فصحوا فصحوا يا أهل الشام ومصر وشبه الجزيرة والمغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي، وقد بعث لكم الله جمع آية بينة لجسد فرعون رمسيس يشبهه اليوم أحد الفراعنة الحروف وجهه، وهو في بداية لاقتحام حقوق مقدسات الإسلام، ما منها من مساجد وبنيات للمسلمين وزوايات للصالحين الأولين. ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير، إنهم قوم أعراب حكام فراعنة وآخرون من اليهود والنصارى على كرسيهم المبني على سياسة الدجل أي الكذب من حين إلى حين آخر عبر قنواتهم الإعلامية السياسية الدينية الصهيونية للفساد، بعدما تبين لهم بالحق وإلا لجوا إلى السلاح الشيطاني ألا وهو الكذب على اللسان للقمع والطمع. وقد ظهر للناس جمعا دجال الأعراب الصهيوني الجحيم العربي اليهودي الأصل من أهل قريش كيد يمنى لفرعون قارون الأولين والآخرين، وقد سبق لي الذكر عنه مرارا لأنه المسيح الدجال لما هو على ذكر لسانه كفتنة للناس الممسوح العينين على أرض الحجاز مقر قرين الشيطان الرجيم. أما المسيح الرسول الذي أمامكم وإمامكم لليوم الآخر لنسبي العظيم من آل عمران باليوم الأول واليوم الآخر بربري الأصل والفصل الشفيع الأمين بإذن الله لمسح ذنوب المسلمين والمؤمنين والغير المؤمنين بعد لعودتهم كدخولهم إلى الإسلام دين الله الأحد والموحد الأحد أي لم يكن عند الله سبحانه وتعالى منذ أولى الرسالات إلى آخرها لاختتامها بالبينات أي دين آخر غير الإسلام ولا دين غيره إلا الإسلام للاستسلام لله وحده لا شريكا له بالدنيا والآخرة. والمقصود من الموحد أي بداية من الواحد إلى ما هو لا نهاية له في الآخرة، إنما له نهاية في الدنيا من الرسالات الإلهية السماوية الإسلامية المتكاملة بالتتابع بين رسول ورسول ما بعده للعرض الحكمة والحكمة لأخلاق الدين بين الناس للهداية بالبينات آيات محكمات وأخرى متشابهات لكل الفصول والعصور لعلكم تتقون كلام الله الكريم الطيب بكتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم المجيد لإعادة وحدة الكتب الإلهية المقدسة على إثر هذه البينات العظمى لصحة الترتيل وتأويل كتاب الله العزيز المقدس القرآن الكريم العليم المنير لكل عصر، إلا إن الإنسان بكل عصر في خسران لا سمح الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير. ولهذا إن عدتم إلى حقيقة الإسلام من أوله إلى آخره وكأنه عاد إليكم غريبا، بلى إذ أنتم الغرباء عنه، وليس العكس يا أعراب الأحزاب من المشرق إلى المغرب، لعل الكذب والنفاق والمنكر والنكران ينزلعا من قلوبكم لمسح ذنوبكم بالتي هي أحسن دعوة للإسلام بعد استغفاري لكم لكي يستغفر لكم الله الذنوب جمعا، وإلى الله يعود الكلام الآخر للغفران والرحمة والتوبة والشفاعة. أما هؤلاء الكفار المنافقين بالدين والمتجرين في الدين من الأعراب واليهود والنصارى إذ اسودت أعينهم ولم يبق سوى سواد بشرة وجوههم كطبعات السوداء الحميم المجمر عليها من حديد إلى حديد آخر لتشويه وجوههم بعدما تآمروا على الإسلام دين الله الحق بالإرهاب لتشويه صورته الصحيحة للدعوة بين الناس في المشارق والمغارب للأرض الكريمة. وأنتم لا تدرون قيمة كل حديث قدسي شريف رباني روحاني على صلة الروح بروح القدس الأمين المنزلة على صدر الرسول المبعوث لليوم الأول ولليوم الآخر النبي الحبيب خاتم الأنبياء والرسل منذ أكثر من 14 قرن وما يزيد عنها للعودة إلى أرض الله المقدسة للأولين وللآخرين، والأعراب على الخصوص واليهود والنصارى على العموم كارهون ذلك. لأني الحريص على مقدسات وحقوق الإسلام على فطرته الأولى والآخرة، المسلم المؤمن الأول بالله واليوم الآخر، المصطفى المهدي بمكارم الأخلاق رحمة للعالمين، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس للخلق العظيم صلى الله
عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وإني حامل رسالة الربانية وبيناتها الكريمة بأم اللغات، ألا وهي أصل اللغات عند الأولين والآخرين، ألا وهي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم العليم المنير، ولغة الفرقان العظيم. ثم نعم، لغة نبتت عليها حروف الأمم الأعجمية، لعلكم تنتبهون إليها لمقارنتها بلغة الفينيقيين، بلغة الفينيقيين واليونانيين والرومانيين، اللاتينية ما بعدها وما قبلها العبرية والفارسية، إلى أن تغيرت حروفها إلى حروف الصين عبر الهند. لكن في الأصل هناك بقايا من كلماتها عندهم على حسب النطق، لأن هذه اللغات الآخرة انحرفت عبر الزمان والمكان لعدم تواجد الاتصال والتواصل بين شعوب والقبائل الدائم، مما أدى إلى صراعات كحروب دائمية من عصر إلى عصر آخر لشدة العصبية والتفرقة بين الناس. لعلكم تجتهدون في الوصول إلى تحديد حروف التواصل بين اللغات العجمية على إثر علمكم عن الحروف العربية الأصلية للإسلام، وكتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم الحكيم يبينها لكم شيئا فشيئا، لعلكم تتقون كلام الله الطيب لتعظيم حروف الإسلام الأولى والآخرة. والأغلبية من الأعراب الذين يتسمون ينسبون أنفسهم إلى أصل اللغة العربية إلا أنهم غرباء عنها لما صنعوا وآباؤهم الأولون بعدما أحرقوا كتب الأصل للغة الإسلامية وشتى كتب علوم الإسلام الحضارات الإسلامية وما بين أيديهم سوى كتب أقلية لما كانت من تحريف تحت تخطيط من الحكام العربي، بداية من صاحب معاوية إلى هارون الرشيد لما سبق لي الذكر والقصد عنه بالحديث الآخر لمنصبه للحكم بالدين كمنصب قارون بالجاهلية. ولم يعني لساني الأمر بهارون أخو موسى الرسول نبي الحبيب المسلم عليهم الصلاة والسلام، لا سمح الله، إذ هو أخي باليوم الأول وكذلك باليوم الآخر، لعلكم تصلحون فيما بين إخوانكم للصلح وليس للإثم والعدوان وسفك الدماء كقابيل وهابيل، لا سمح الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Really?